عليكم ورحمة الله. كي دايرين البنات؟ لاباس عليكم؟ واش تعاودوا؟ اليوم عود تاني جيتكم في واحد لاغوسيت، ماشي الماكلة، ماشي ان توكا اون فا دير سي لاغوسيت دو شعر ولا حتى هي مشاركة مع لابوتي. الو بونسوار. J'ai fait une recette de le beurre avec l'huile, le tournesol ou la nabatée. Le mohim, angoulikoum raham ziyana. J'espère que vous allez bien. Angoulikoum d'abord, hadine. نديرو ليه هكا وغادي نخلط معاه الويل بوغ كي اون فا تروفي اون تيكستو تري بيان بوغ لو شيفو. البنات لي تهرس ليهم لو شيفو ديالهم و لي تقصح ليهم و تيتهرس راه مزيانة بزاف. انا على ما ظنيت كلشي تيديروا هادشي، حتى انا شفت واحد المراه دارتها في تيك توك. اوب اونتي كانت واحد المراه هادي دارت 98، شوف هي دارت ليها توما لاي، دارت ليها لاي، قالت لك لالا واحد المغربيه قالت لك مزيانه بالشعر البنات اللي تايديروا لو ميش تايديروا لو ميش. الوغ قالت لك لالا البنات اللي تايديروا دي ميش تايو. انا واخا تنعرف شويه الصور الكوافور، انا ما عرف واش كاين هادشي، واش كاين هادشي ديال الزبده ديال البو. قال لي راه مزيانه او البنات اللي تيديروا لو ميش وما تيبغيش تيقصح الشعر وما تيبغيش يمشي دغيا وتيتهرس ليهم الشعر تيتشنتف. قال لي هذا، ولكن خصو انا خدمته بيدي حتى بدي ماشي بلا ماشي وبدو باسكو جي طوندي جالسه وتنهضروا تنخدم هاد الزبده هادي. انا نقول لكم راه ايه درتها شحال هذا سي فغي درتها، ولكن انا ما درت ثوما حيت تكبر الشعر وتطلع داك الشعر اللي طاح، حيت الميش تيطيح الشعر شويه وتيهرس الشعر ونتيكا حيت فيه البرودوي شيميك البنات وتطرطر الشعر وتتكبر الشعر حيت فيها الزيت. غادي ديروها فحالي وديروها فواحد البوكال غادي تجي بحال السمن وتبقى، وخذوا منو ديما ديما شويه 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 وتديروا الشعر ديالكم ملي تتبغي تغسلوه تديروه ندير هاد الزبده. ولا الا تبغيو تمشدي البنيتات ديالكم الشعر ديالهم بحالي انا وتخليه شويه وتغسل راه مزيان بزاف. لا تشوفوا الزبده ديالكم تدير بحال الا غادي نديرو الدين وغاند مع الزيت ديالنا. ايوا هادشي اللي غادي نقول لكم البنات. نديرو واحد القرعه وخليوها هكذا كاينه مزيانه بزاف، راه هي غادي تصح
دابا الشك جو كنقول غادي نفير كلكي شوز جو في ريان مي ان شاء الله ديكي جو تيرني كيسكي جو في جو ترافاي افيك فو هان فو زون كيتي با ان شاء الله بحول الله هادي ونخدم غادي مغارين ولا كيف الخير ان شاء الله نخدم داكشي اللي تنقول لكم ان شاء الله عندك لا تقولوها هادشي غير تقول هادي ودوز ان شاء الله غنخدم كلشي لا غوتي لا غوتي بزاف اللي كانوا والله الا كاينين الحاجات بقي كاع ما بدهم زين انا نقول لكم دابا كندير هكذا هكذا غادي تصيب ليا وغادي نجي نوريها لكم ان شاء الله انا البنات رجعت ملي درت لا كريم ديال الزبده والزيت هاد لا كريم اللي درت راه مزيان بزاف للشعر اللي هو تاي تاي صح بديت تشنف تا ما مزيانش بالنسبه للبنات اللي قاصح لهم الشعر اللي الشعر ديالهم ما مزيانش تنديروا الميش و ما بغاش يمشي و تيخسر الشعر راه مزيان حيت هي تترطب بحالياش هي زوينه مع الزيت حيت كلهم حتى الزبده راه سي حتى هي الزيت سي دو لويل لا لا لو بور سي دو لويل الوغ مزيان تتجي مع بزاف مع هذا الزيت والزيت يا البنات نقول لكم مزيانه بزاف بزاف للشعر الزيت ماشي الزيتات لا هذا لا نقول نيجيل زعما نسيت عليها اسمو ديجا شانوج ولا زيت سيزام ولا ولكن هي الزيت اللي انا جربتها مزيانه في الشعر ديالي من اللي كنت صغيره هي الزيت الويل دو غاشيد و نيمبورت كيل ويل سي تري 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 بيان بور الشعر ديالنا عرفتي مع البيضه مع البيضه هذاك الصفر ديال البيض عقلت ديما تهضر ليا عليها اختي تتقول ليا واش عقلتي ملي تدير الشعر ديالك البيضة والزيت كيفاش تيجي تنقول ليها ايه قالت لي واش باقي تديري قلت ليها لا بعض المرات ما تنديروش بزاف ولكن غادي نرجع نديره وحتى البنات ديالي غنقول لكم دابا هذا غادي نديره هنا وغنرجع معكم نوري لكم اللي غادي ندير في هذه الصغيره ها هي البنات الزبده والزيت ديالنا فيها واحد ما عرفتش هذا الشيء ولكن جاي كوا هو ديجا كان في الزبده زوينه بزاف راه صيبتها الا بغيتو غادي تجيكم قاصحه الا درتها داك ديال الضو الكوموساف الباتور ديال الضو راه غادي تجيكم مزيانه بزاف انا درتها في يديا هكذا شويه عليا و فوالا نقول لكم راه غادي ندير لكم ديال البيض غادي تشوفوها راه مزيانه بزاف ولا عاود ثاني راه كاينه هذه نيت مع الزيت اللي غادي نرقدو فيها الثومه وغادي نديروها بحال الكريم هذا ولكن غادي يكون قصح شي شويه باش نديرو شي بوكال دايو بحال هذا نيت غادي هذه نيت الزبده هذه غادي تقصح ونديروها وتندهنو بها شعرنا ولكن الا بغيتي نكبر لكم شعر وتزيني لكم شعر ديروا الحلبه اللي كنت درت فحال مع ما درتهاش معاه قلت لكم غادي ندير لكم مع البصله وزريعه الكتان لان راه مزيانه بزاف البنات نقول لكم جربوها
عرفتي الحاجه اللي تنقولوا راه مزيانه وهكذا، احسن الواحد يجربها باش يشوف نيت واش بصح ولا لا. راه مزيانه، انا تعجبني هذا الشيء، تندير كل شيء، تنكبطو، تندير من الراس ديالي. هذه ماشي تاع الراس ديالي، انا اللي درتها قالتها ليا مغربيه اللي صيبتها. ونقول لكم السلامه حتى غدا ان شاء الله. واش غادي ندير شي غسيت ان شاء الله الا بغى الله. يلا السلام عليكم. الو قالت لك انا لا البنات اللي تيديروا ديميش تايو، انا واخا تنعرف شويه الصور الكوافور، انا ما عرفت واش كاين هذا الشيء، واش كاين هذا الشيء ديال الزبده ديال البو. قال لي راه مزيانه او البنات اللي تيديروا لوميش وما تيبغيش تيقصح الشعر وما تيبغيش يمشي دغيا وتيتهرس ليهم الشعر تيتشنتف. قال لي هذا، ولكن خصو انا خدمته بيدي حتى بيدي ماشي بلا ماشي وبدو باسكو جي طوندي. جلسه وتنهضروا تنخدم هاد الزبده هادي. انا نقول لكم راه ايه درتها شحال هذا سي فغي درتها، ولكن انا ما درت ثوما حيت ثوما حيت تكبر الشعر وتطلع داك الشعر اللي طاح، حيت اللي مش تيطيح الشعر شويه وتيهرس الشعر وانتكا حيت فيه البرودوي شيميك البنات وتطبطب الشعر وتكبر الشعر حيت فيها الزيت. غادي ديروها فحالي وديروها فواحد البوكال غادي تجي بحال السمن وتبقى، وخذوا منه ديما ديما شويه 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 وتديروا الشعر ديالكم ملي تتبغي تغسلوه تديروا ندير هاد الزبده، ولا لا تتبغيو تمشطي البنات ديالكم الشعر ديالهم بحالي انا وتخليه شويه وتغسل. راه مزيان بزاف هكا. حتى تشوفوا الزبده ديالكم تدير بحال الا غادي نديرو ديما غامض مع الزيت ديالنا. ايوا هادشي اللي غادي نقول لكم البنات. ديروا واحد القرعه وخليوها هكذا تا مزيانه بزاف، راه هي غادي تصح. ليكم ان شاء الله كنقول لكم ندير ما كندير والو انا واقي لا واحد كدابا الشك جوغ تنقول غادي نفيغ كيلكي شوز و جي في غيان، مي ان شاء الله ديكي جي تيغني كيسكي شفي جو تخافاي افو كيفون بوزون كيتي با ان شاء الله بحول الله. هادي ونخدمي غادي مغارين ولا كيف الخير ان شاء الله نخدم داكشي اللي تنقول لكم ان شاء الله. عندك لا تقولوا هادشي غير تقول هادي وتجلس ان شاء الله غنخدمو كلشي. لا غوتيت لا غوتي بزاف لي كان والله الا كاينين الحاجات بقية هما داكهم كاينين. انا نقول لكم دابا نبقى ندير هكذا هكذا غادي تصيب ليا وغادي نجي نوريها لكم ان شاء الله. انا البنات رجعت ملي درت
لا كريم ديال الزبده والزيت. هاد لا كريم اللي درت راه مزيان بزاف للشعر، اللي هو تاي تاي قصح تاي تشنتف ما مزيانش بالنسبه للبنات اللي قصح لهم الشعر، اللي الشعر ديالهم ما مزيانش تنديروا الميش وتاي ما بغاش يمشي وتيخسر الشعر، راه مزيان حيت هي تترطب بحالياش هي زوينه مع الزيت، حيت كلهم حتى الزبده راه سي حتى هي الزيت سي دو لويل لا بوغ سي دو لويل، الوغ مزيان تتجي مع بزاف مع هذا الزيت. والزيت يا البنات نقول لكم مزيانه بزاف بزاف للشعر الزيت، ماشي الزيتات لا هذا لا نقول نيجيل زعما نسيت عليها اسمو ديجا شانوج ولا زيت سيزام ولا، ولكن هي الزيت اللي انا جربتها مزيانه في الشعر ديالي من اللي كنت صغيره، هي الزيت الويل دو غاشيد و نيمبورط كيل ويل سي تري 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 بيان بوغ الشعر ديالنا، عرفتي مع البيضه مع البيضه لا داك الصفر ديال البيض عقلت ديما تهضر ليا عليها اختي تتقول ليا واش عقلتي ملي تديري الشعر ديالك البيضه والزيت كيفاش تيجي، تنقول ليها ايه قالت لي واش باقي تديري، قلت ليها لا بعض المرات ما تنديروش بزاف ولكن غادي نرجع نديرو، وحتى البنات ديالي غنقول لكم دابا هذا غادي نديرو هنا وغنرجع معكم نوري لكم اللي غادي نديرو في هذه الصغيره. ها هي البنات الزبدة والزيت ديالنا فيها واحد ما عرفتش هذا الشيء، ولكن جاي خويا هو ديجا كان في الزبدة زوينه بزاف راه صيبتها، الا بغيتو غادي تجيكم قاصحه الا درتها داك ديال الضو ولا كوموساف الباتور ديال الضو راه غادي تجيكم مزيانه بزاف. انا درتها في يديا هكذا شويه عليا وفوالا نقول لكم راه غادي ندير لكم ديال البيض غادي تشوفوها راه مزيانه بزاف. ولا عاوتاني راه كاينه هذه نيت مع الزيت اللي غادي نرقدو فيها الثومه وغادي نديروها بحال الكريم هذا، ولكن غادي يكون قصح شي شويه باش نديرو شي بوكال دايو بحال هذا نيت، غادي هذه نيت الزبده هذه غادي تقصح ونديرها وتندهنو بها شعرنا، ولكن الا بغيتي نكبر لكم شعر وتزيني لكم شعر ديروا الحلبه اللي كنت درت فحال مع ما درتهاش معاه، قلت لكم غادي ندير لكم مع البصله وزريعه الكتان لان راه مزيانه بزاف البنات، نقول لكم جربوها عرفتي الحاجه اللي تنقولوا راه مزيانه وهكذا احسن واحد يجربها باش يشوف نيت واش بصح ولا لا، راه مزيانه انا تعجبني هذا الشيء تندير كل شيء تنكبو تندير من الراس ديالي، هذه ماشي تاع الراس ديالي انا اللي درتها قالتها ليا مغربيه اللي صيبتها. ونقول لكم السلامه حتى غدا ان شاء الله، واش غادي ندير شي غسيت ان شاء الله الا بغى الله، يلا السلام عليكم بونسوار.